توقعت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف باندلاع حرب عالمية واسعة النطاق تبدأ بتصعيد عسكري كبير في البحر الأحمر. وقالت العرافة اللبنانية خلال حلقة تلفزيونية عبر قناة الجديد اللبنانية: أرى ضربة عسكرية أمريكية واسعة النطاق على اليمن، مما سيدفع الحوثيين للرد بطريقة عنيفة وإطلاق صواريخ دقيقة على أهداف مفاجئة وغير متوقعة أبداً رداً على ذلك ضد اليمن. كما توقعت أن يتعرض ميناء يمني كبير لضربة قوية في سياق هذه الأحداث. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء اليمني الأسبق محمد سالم بسندوة سيحظى بدعم شعبي ودولي وقبلي واسع، وسيقود اليمن إلى بر الأمان. وعلقت عبد اللطيف على اختيارها بسندوة قائلة: صدقوني، لا أمان في اليمن إلا بهذه الشخصية المحبوبة من كل الأطراف اليمنية والقبائل، هو رئيس الوزراء السابق محمد سالم بسندوة.